والله أنا لا أرى في الحياة الدنيا علاقة أمتن ولا أدوم من الأخوة في الله. أمتن علاقة وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتباذين فيها والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. أمتن علاقة على الإطلاق، علاقة الأخوة في الله، هذه لا تحكمها المصالح، تحكمها المبادئ والقيم، وكان الصحابة الكرام فيها في أعلى مستوى بهذه العلاقة. وأنا أتمنى أن ترتقي علاقاتنا إلى علاقات الأخوة الإيمانية.